اختتم الملتقى الوطني التحضيري للأسبوع المغاربي للصحة المدرسية الذي نظمته إدارة الطب المدرسي وجامعي بالحمامات حول موضوع الوقاية من إدمان الشباب. صحيح انه المواد هذه نشوفوا انه وليت منتشره معناتها بكثره، والخطوره سيرتو في الانتشار هذه اني وليت في الوسط المدرسي، وهذا هو اللي معناتها الحاجه اللي تخوفنا، اني وليت تمس صغيراتنا، وليت معناتها تمس فلذه اكبادنا. الادمان على المخدرات اصبحت ظاهره متفشيه بصفه كبيره، خاصه بعيد الثوره بسبب تزايد التهريب. تشير التقديرات إلى أن 70% من المدمنين من الشباب. بالنسبة للمخدرات اللي المعطيات الموجودة حاليا، واللي هي معطيات تخص العديد من البحوث اللي صارت، تبين أنه الظاهرة متاع المخدرات هي في تفاقم، معناتها العدد متاع الحالات قاعد يزيد، وهذا حتى إحساس كل الناس اللي موجودين معناتها في علاقة قريبة من الشباب، واللي يقولون المواد متداولة حاليا ومتاحة موجودة، ونسبة التلامذة والشباب اللي تعاتوا فيها قاعدة. يكثر بتونس ترويج مادة الزطلة وبعض المواد الصيدلانية على غرار ما يسمى بأقراص الأرطال. أي حسب الاستعمال عندك تجم تقول فما المواد معناتها الصيدلانية، كما مثلا نقولوا هيك السوبيتاكس اللي يجيبوا فيه من برا، فما الزطلة قاعدة تكثر بشوية بشوية سي فري. بالنسبة للمخدرات الأخرين الليروين والكوكايين روزمون ما عندناش برشا، معناتها فريمون منحصرة في بعض الواحد، معناتها كيف حتى الإكستازي والليزدي، يعني فريمون ترار رار رار رار. يستهلك الشباب التونسي الأدوية المحظورة أو ما يسمى بالأرطال لأنها ذات تأثير نفسي، إلا أنها تغير طريقة تفكيره وتصرفاته، كما أنها تؤثر على صحته الجسدية والعقلية وتنطوي على خطر الإدمان. هو بالطبيعة الواحد يلزم أي مادة خارجة من البدن معناتها ما هيش عندها معناتها صبغة دوائية، الواحد يلزم يبتعد عليها. حكى سواء المنبهات، الواحد معناتها نبداو من القهوه للسيجار وللدخان لاي حاجه دواء اللي تبدل كيما يقولوها العاده نتاع البدن نتاعنا. كلها مواد يجب تجنبها والابتعاد عنها لتجنب مضاعفاتها ومخاطرها. الدواء اللي تو قلت لي عليه الارتان والفاليوم وكل شيء بالطبيعه يعمل معناتها تاثيرات كبيره برشا، خاطر فما بروبليم دو توليرونس، معناتها توليرونس يعني انه الشخص مجبور باش كل مره يقوي الدوزه، المره الاولى حربوشه بركه تكفيه، من بعد يولي زوز، من بعد ثلاثه، ومن بعد يولي بوتيتر يدخل في متاهات اخرى ومضاعفات جسمانيه على العقل على الكبد على الكلى وكل شيء. تسعى وزاره الصحه بالتعاون مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني لتطبيق برنامج وطني للحد من هذه الظاهرة، خاصة في الأوساط المدرسية، وذلك عبر حملات توعوية وعبر إحصائيات ومعطيات دقيقة لتوفير الإمكانيات والمعطيات اللازمة للحد من هذه الظاهرة. هذيك علاش خممنا في ان نعملوا بحث وطني، وقلنا البحث هذا باش يشمل مختلف معناتها الولايات باش نعرفوا فيه بالضبط معطيات معناتها دقيقه حول الظاهره هذه، ومن خلالها معناتها نحاولوا نحطوا الخطه اللي تكون ملائمه اكثر حسب الوضعيه نتاع كل منطقه. أشرفت على الحملة الوطنية اللي قامت بها الجمعية العلمية لنظار الصحة العمومية في تحسيس الشباب المدرسي على مخاطر الإدمان، وكنا زرنا معناها 5 ولايات في الجنوب و5 في الشمال الغربي، وحسسنا الأول التلامذة في وسط الأقسام كذلك خارج القسم في حصة معمقة، وكانت ياسر محبذة والشباب كان ناقصته المعلومة. دونك نشوف اللي المجتمع المدني اللي بالأساس يتكون من ناس متطوعة وناس حاسة بالقضية، دونك يتحمل حتى الصعاب تاع التنقل وكله، يعمل مجهود باش يوصل للتلميذ وشرائح المعنية باش يحسسها في المسألة هذه. أسباب كثيرة ومتعددة مكنت من تفشي المخدرات في تونس، أهمها التهريب الذي تزايد بعيد الثورة. تقول لي علاش، يعني شنو الشيء اللي خلى الشيء الظاهرة هذه تنتشر؟ الظاهرة هذه تنتشر أول حاجة الانتشار الترويج، خاطر هو البرودوي في حد ذاته هو معناتها من خاصيات المخدر أنه
يعطي هذيك النشوه، يعطي ستيمولاسيون، يعني كيما نقولوا واحد مثلا يشرب قهوه باش يفيق، واحد يعمل سيجارو هكا باش يشيخ، الزطله كيف كيف. المخدرات اكيد معناتها تحاول تخرجه من الواقع اللي هو يعيشه، معناتها هذاك الشيء اللي خلى المخدرات هذه تنتشر. وبالطبيعه ظهرت الترويج، احنا نشوفوا انه قبل يعني قليل باش تشوف واحد شدوه في تونس ولا كذا، خاطر تونس قبل كانت جيست معبر نتاع المخدرات، مي توا ولات فما قاعده، ولات فما شكون قاعد يروج في المخدرات هذه، ناجم عن التهريب كما تهريب في الاقتصاد الكل، معناتها كيف كيف معناتها بنفس الواحد فما تهريب زاد نتاع المخدرات هذه. الوقايه خير من العلاج، لذلك يبقى حرص الاولياء على ابنائهم ضروره حتميه، خاصة في ظل هذه الأوضاع، كما أن حماية الشباب أصبحت ضرورة يجب أن تترجم إلى أفعال ملموسة، وذلك بتفعيل الاستراتيجية الوطنية ودعم القرارات الأمنية لردع الإدمان وتجار المخدرات. ننصح الأولياء باش يكونوا هما بيدهم فايقين للظواهر هذه اللي معناها ولات موجودة في المجتمع متاعنا والمستجدة، ويردوا بالهم معناها ويحاولوا يبحثوا على المعلومة هما زادة باش ينجموا يوصلوها لصغارهم ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الأطفال والشباب. أنا نقول حاجة بركة، أنه كل بو وكل أم يراقب صغيره. أنا فما مرة معناتها المدير المكافحة المخدرات في تونس قال أنا حاجتي ما نساهمش في حياتي، إذا كان نحكي على الزطلة حاجتي ما نساهمش في حياتي، ريحة الكادافر بون نعرفها أنا شخصيا اللي هي ريحة معناتها كريهة جدا وما تتنساش، وريحة الزطلة. يعني هذايا ليش حبيت نقول لك شيء هذا، معناتها إذا كان كل واحد يراقب يبربش ميسالش الدبش متاع صغاره، فريحة راهي ما تتنساش، ريحة تري كاركتيريستيك، معناتها إذا كان واحد يشم ريحة على ولده يلزمه يعمل المستحيل باش يوقفه، ديجا يفر به، وباش انه قبل ما يوصل معناتها لما هو اعظم.